السلام عليكم، مرحبا بكم في اولى حلقات الطب الامن. معاكم الدكتور احمد ابو النصر، وهنتكلم النهارده عن الطب البديل. تخيل معايا ان حوالي 3/4 سكان العالم بيلجأوا في علاج امراضهم للطب البديل. بيعتمد النوع ده من الطب على طرق وعلاجات، وهذه الطرق والعلاجات المفترض ان هي امنه ومجربه على مين من البشر منذ قديم الزمن. تخيل في افريقيا 80% من السكان بيستخدموا الطب البديل في علاجهم، في الصين 40%. طب تعرف ان في المانيا نسبة اللي بيستخدموا مرة واحدة على الاقل الطب البديل او التكميلي 80%. تخيل ان 70% في كندا، و 49% في فرنسا، و 48% في استراليا، و 42% في الولايات المتحدة الامريكية، و 76% في السعودية بيستخدموا الطب البديل او التكميلي في علاجهم. الكلام ده طبعا مصدره منظمة الصحة العالمية. هو ايه الطب البديل؟ الطب البديل عرفته منظمة الصحة العالمية على انه ممارسات طبية متفاوتة. هذه الممارسات تستخدم اساليب ومعارف وعقائد متنوعة بقصد المحافظة على الصحة، وبقصد تشخيص الامراض ومعالجتها او اتقائها. الطب البديل او الالترناتيف ميديسن له مسميات تانية كتير، زي انه اسمه الكومبلمنتري ميديسن، الطب التكميلي او المكمل او التكاملي. كمان اسمه البارل ميديسن او الطب الموازي. احيانا بيسموه الطب الطبيعي او الناتشرال ميديسن، وساعات بيسموه الكمبيرد ميديسن او الطب الايه المقارن. ناس تانية بيسموه الطب التقليدي الفلكلوريك ميديسن. ناس تالتة بيسموه الطب المهمل او نيجليكتد ميديسن. واحيانا ما يسمى بالطب الشمولي الهولستيك ميديسن. واحيانا ما يسمى بالطب الاصيل او الاوثنتيك ميديسن. واحيانا ايضا ما يسمى بالطب الاندماجي او الانتجريتيف ميديسن. الحقيقة في ممارسات كتير جدا للطب التكميلي زي الحجامة والعلاج اليدوي وغيرها. لما حبيت أسأل بعض الناس عن مدى معرفتهم بجملة الطب البديل وإزاي هم بيعرفوا الممارسات، في الواقع طلعوا ما يعرفوش يعني إيه كلمة طب بديل أو طب تكميلي، لكن غالبيتهم كان مارس وجرب بعض من الممارسات زي الحجامة وتقويم العمود الفقري وغيرها، وده كان جوابهم. بصراحة واللفظ جديد عليا، بس أنا عملت حجامة قبل كده وعملت تقويم للعمود الفقري. المركز الوطني للطب البديل والتكميلي الأمريكي عرف الطب البديل على إنه مجموعة متنوعة من أنظمة الرعاية الصحية والممارسات والمنتجات التي لا تعتبر جزءاً أو امتداداً للممارسة الطبية الحديثة. وقال كمان إن الطب التكميلي بيستعمل جنباً إلى جنب مع الطب الحديث. تخيل يا مؤمن إني في الولايات المتحدة الأمريكية بعض الولايات بيرخصوا الحجامة بترخيص رسمي وبتيجي على التأمين. في السعودية تلاقي المركز الوطني للطب البديل والتكميلي اللي هو تابع لوزارة الصحة السعودية بيرخص الأماكن الطبية للعلاج بالحجامة. وكمان في بريطانيا العظمى تلاقي لندن كابين كلينيك. وهعرض لكم دلوقتي شارت كده أو صورة من خلالها تقدروا تعرفوا الدول اللي بتستخدم الطب البديل او الطب التكميلي كرعاية صحية اولية، والدول التي استخدمت الطب البديل او الطب التكميلي كثيرا زي المانيا وامريكا وغيرهم، وتقدروا تشوفوا ده في الصورة اللي هعرضها دلوقتي. ممارسات الطب البديل والتكميلي كتير، زي الحجامة والإبر الصينية وتقويم العظام والعمود الفقري والعلاج بالعسل وسم النحل والعلاج بالتدليك والأوزون والطب النبوي وممارسات تانية كتير. السؤال دلوقتي، انت كمشاهد ما تعرفش كتير عن الطب التكميلي ولا تعرف ممارساته اللي انا ذكرتها دي، لو عندك انت مشكلة صحية هتروح تتعالج عن طريق الطب التكميلي عند ممارس صحي آمن متدرب كويس، ولا هتلجأ للطب الحديث؟
ده كان سؤالي لبعض الناس واللي جاي ده كان جوابهم. لما بيحصل عندي مشكلة بتعالج بالعسل النحل بالليمون بالعشب الطبيعية بالحجامة، الحاجات اللي هي البديل الطبيعي غير المواد الكيميائية لأنها أصلا لها تأثير جامد جدا على الكبد وعلى الكلى ولها أثار جانبية ضارة. ولما سألنا نفس الشخص عن تقويم العظام والعمود الفقري وهو جربه وكان نتائجه عاملة ازاي، فده كان جوابه: عملت شد وتقويم الفقرات وبصراحة النتيجة مذهلة. ولما سألناه ليه بعدت عن الجراحة فهتشوفوا جوابه كان عامل ازاي دلوقتي. بصراحة الجراحة مخاطرها كتير ومشاكل التخدير ومشاكل كتير، وفي زمايل عملوا الجراحة وما ارتاحوش عليها. دلوقتي هعمل لكم مقارنة بسيطة بين الطب الحديث والطب البديل او التكميلي علشان نعرف اكتر ايه الفرق بينهم. الطب الحديث بتسمى تخصصاته باعضاء واجهزة الجسم، فيقول لك مثلا دكتور عيون او دكتور اطفال او طبيب جهاز هضمي لانه بس بيشتغل في الجهاز الهضمي. بينما الطب التكميلي او البديل تخصصاته بتسمى بالممارسات، فاللي بيعمل حجامة يبقى اسمه ممارس حجامة او ممارس كي او ممارس ابر صينية او طبيب ومسؤول عن تقويم العظام والعمود الفقري، فيبقى التخصصات بتسمى باسم الممارسة الطبية نفسها. في الطب الحديث المريض ما بيتدخلش في اختيار علاجه، بينما في الطب البديل او التكميلي المريض هو اللي بيقرر نوع العلاج اللي هيتعالج بيه، فيروح عند بتاع الحجامة عشان يعمل له حجامة للمشكلة الفلانية. في الطب الحديث الممارس بيتعامل مع شكوى المريض فقط، بينما الطب البديل المريض بنتعامل معاه ككل روح وجسد وعقل. في الطب الحديث في بحوث كثيرة جدا، لكن في الطب البديل مفيش بحوث، نادرة. في الطب الحديث في مخاطر كتير، يعني في كتير آثار جانبية، لكن في الطب البديل الممارسات آمنة نسبيا. في الطب الحديث عندنا حاجة كده في الأبحاث والبحوث اسمها العلاج الوهمي، لما نيجي نشتغل في البحوث فبنعمل حاجة اسمها العلاج الوهمي أو البلاسيبو، هي سهلة جدا في الطب الحديث بينما هي صعبة جدا جدا في الطب البديل أو التكميلي. في الطب الحديث رأي المريض ملهوش اعتبار كبير قوي في الدليل العلمي أو البرهان، بينما في الطب البديل والتكميلي رأي المريض والخبراء في المجال له اعتبار كمستوى من مستويات الدليل والبرهان. السؤال دلوقتي اللي بيبدر على أذهاننا جميعا هو: ليه بعض الدول ما بتصرحش للعلاج بالطب التكميلي وتقننه زي الدول الكبيرة اللي بترخصه؟ طيب مش الأولى لو عندك ممارسة طبية الأولى ان انت تراقبها وتتابع اللي بيمارسوها، ويكون ده أفضل من انك تتركهم بدون متابعة؟ وبالتالي الناس اللي غير مدربين هيعملوا كوارث صحية. تخيلوا في السعودية تقنينهم للموضوع كان في صالح المريض وكمان في صالح الوزارة، المريض بيستفيد لأنه بياخد خدمة مقننة ومراقبة. انت بتضمن خدمة مقدمة من فريق طبي متخصص، وبتقدر كمان تراقب معايير الجودة والسلامة. عاوز اقولك ان في وقت من الاوقات كنت مدير لمركز العلاج البديل للحجامة في السعودية، وكنا بنقدم خدمة بمعايير جودجية، كنا بننافس وبنسبق مراكز صحية بتعالج بالطب الحديث. بس في نهاية الفيديو حابب ارسل برسالة لكل ممارس للطب البديل والتكميلي: لازم تهتم جدا بعملك وتحاول تطور فيه وتجهز مكان منظم وتحافظ على جميع معايير مكافحة العدوى وامان المريض، عشان ما يتقالش عليك ان انت بتمارس ممارسات غير امنة. رسالة كمان للدول اللي سايبة ممارسات الصحية دي بدون تقنين وما بيراقبوش الناس، الاولى بيك ان انت تراقبهم وتدربهم وتطور من ادائهم، واستغل الممارسات الامنه دي اللي احنا لنا تاريخ كبير فيها سواء في مصر او في البلاد غيرها، واحنا اول من شعب في العالم مارس الحجامه وده ورد في ترضيه ايبر. الاولى بيك كدوله ان انت تحاول تنشط المجال ده وتستغله الحجامه وغيرها من الممارسات الامنه دي في ان انت تعمل سياحه علاجيه
تقدر تستثمر بيها وتبقى في مصاف الدول الكبيرة سواء هنا في مصر أو في البلاد العربية اللي لسه ما قننتش الموضوع ده، وده هيفيدنا جدا كدول إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، وانتظروني غدا إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.